الفيديو الرابع لكورس الماتلاب. الفيديو ده هنتكلم فيه عن functions وهندي مثال للsecond order transient للcircuits. ازاي هنتعامل مع functions؟ هنا بنكتب في command window commands اللي احنا عايزينها، بس افرض لو احنا عايزين نعمل كل function تخلص لنا شوية commands مع بعض بسرعة بدل ما نكتبها كل مرة. فزي ما قلنا في الفيديو اللي فات، لازم هنا الcurrent folder بتاعنا بندخله من هنا او نعمل browse، وعشان نبدأ نعمل function نعمل يا اما new script يا اما نختار new ونعمل function. لو عملنا new هنا function هيكتب لنا الكودز اللي هي بتبدأ بيها الفانكشن ذات نفسها، ولو script ده هيعتبر فاضي خالص. نبدأ مثلا بscript. عشان نعمل function بتبقى syntax بتاعها نبدأ ب function، فهنا function ده الoutput بتاعي بكتبه هنا يساوي هنا function name اسم الفانكشن لما يجي استدعيها، وبتاخد arguments ايه inputs بتاعتي كام input مثلا ده هيكون input 1 وهكذا. وممكن ده يكون array لان الماتلاب بيتعامل مع كل حاجة على اساس انها matrix. طيب ولو اصلا احنا مش هنستخدم output، ممكن مثلا نعمل function بتعمل plot للequation معينة، فنقدر نشيل ده ونسيب ده بس اذا كان هياخد inputs او لا. والfunction name لازم تكون نفس اسم الفايل. فناخد مثلا نقول احنا عايزين ناخد الافريج بتاع عدد من الارقام، نعمل سيف. لازم يكون ده اسم الفايل ده هو نفس اسم الفانكشن. وهنا هياخد بدل ما هو هياخد الاكس، فنقول عايزين نحذف كل عدد الاكس ونشوف الافريج بتاعه. فنقول مثلا ان الاكس بيساوي من 1 ل 10، وفي فانكشن بتعد الارقام تقريبا numeral. فلو احنا قلنا sum x over numeral x هيدينا sum of ده الافريج بتاعه. فلو احنا عملنا هنا sum، ولازم انهي كل statement بسيمي column. طب هنا انا عايز اعمل الاوتبوت بتاعي يطلع لي مثلا في variable، فاقول ان الواي بيساوي واي بيساوي كذا. فلما اجي اعمل call ليها وانا مثلا ان w بيساوي 100، ولو ان q بيساوي average بتاعت w. طب ناخد مثلا عايزين نعرف العدد ده زوجي ولا فردي، فعشان نتعلم حاجة اسمها if condition. هنا مثلا في الاف كونديشن احنا بنقول اف كونديشن بتاعنا انت، ولو انا عايز احط else if احط else if، وممكن احط else وهكذا. فانا عايز اغير هنا اسم بتاع الفانكشن واقول مثلا، وبدل ما اغير ده يبقى لازم اغير هنا باف 2 او right click rename. هنا مثلا مش محتاج اوبت، انا مجرد عايز اقول له هو odd ولا لا. واحنا لو عملنا مود 2 هيطلع زيرو، فممكن نقول له if مود يبقى الرقم ده زوجي، يبقى display تعال نجرب is odd greater is odd، لو جربنا 4 it is even. طب لو احنا عايزين نعرف الـ even odd عشان نعرف الـ not اتكتب ازاي، even وطبعا ما ننساش نغير الاسم هنا، فممكن اقول العلامة دي معناها الـ not. هنا not ده true فخلاه 1 ما بيساويش 0 فـ it is odd. في الـ logic حاجة غلط، مجرد هبدل من لو ده هو بس عشان نعرف ان ده الـ not. ممكن نقول مثلا while i اصغر من 5 وال i بتدينا انها 0 i بيساوي i plus 1 عايز اطبع variable، نقول مثلا i بيساوي لو ال i كود ملوش اي 30 لازمة، فانا طبعا ال i 1 2 3 4، واول ما لقى هنا عمل break من اللوب. نفس بالظبط السي، ولو حد ما اتفرجش على السي انصحه ان هو يتفرج على السي، الدرس بتاع السي هتلاقوه في التشانل. ولو نسينا اي حاجة بمعنى كود ده ايه او كده، ممكن نكتب comment بعلامة في المية this is a comment. وهنا بيبقى ال while زي ما احنا قلنا هنا تحت while condition، وهنا end برضو. ولو ال for end مثلا بيساوي 1 to 5، وهنا الكود يبقى end. وممكن دي تبقى array ويمشي واحدة واحدة زي ما هو عايز. ندخل على الكود اللي هو بتاع الـ second order transient.
معلش اختصارا للفيديو بدل ما اكتب الاكواد دي كلها فانا هشرحها. هنا عملت فانكشن اسمها سكند اوردر ترانزيت، طبعا سميت نفس الفايل والانبوت بتاعتها هو الار والال والسي والاي والبي اللي هي كونستنتس. ما تتغيرش، وعملت التايم من 0 ل 5 ويمشي 0.01، وقانون الالفا حتى لو بيختلف من ورق لورق ار على 2 ال، والاوميجا خدت السكوير روت بتاع 1 على ال سي. وده كيس 1 كيس 2 كيس 3. لو الالفا اكبر من الاوميجا طبق القانون عادي نيجاتيف الفا، وده عشان نعمل السكوير، والده الاكسبوننت اللي هو اي تو ذا باور ال سي اف. وملحوظه اللي هنا تي هتبقى عباره عن فيكتور. فيكتور لما اضربه في كونستانت هستخدم الفي عادي، لكن فيكتور لما يجي يتضرب في فيكتور تاني الاكسبوننت اللي هيطلع من هنا هيبقى يعتبر فيكتور ماتريكس. فانا لما اجي اضرب ماتريكس في ماتريكس زي ما قلت في الفيديو اللي فات هحتاج ان الانر دايمنشنز اللي هي مثلا 5 في 1 في 1 في 5 فهيطلع ماتريكس 5 في 5، لكن انا مش عايز كده، انا عايز اضرب كل element في corresponding element بتاعه كأني بضرب scalar في scalar أو scalar في vector، فبستخدم الـ dot phi. ونفس الحكاية في الكيس 3، إن اللي هيطلع هنا هو vector أو matrix و dot phi اللي هيطلع من هنا، وبعمل plot للـ t والـ y. وهنا مجرد إن أجي هاجي أستدعيها أقول second order tr وأحط الـ values بتاعتي. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم من الفيديو. شكراً.